مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. مع النازحين مرة أخرى، ومع النازحين من الوازعية تحديدا. مأساتهم مستمرة وتضامننا معهم مستمر، والقضية التي نصل إليها أو نوصلها إليكم هي واحدة من آلاف القضايا والقصص والأحزان المشابهة. كثير من الأسر كانت في الواقع تعاني من آثار سياسات تدمير المجتمع التي انتهجها النظام السابق، فقراء ومعاقون تفنى أعمارهم على هامش الحياة وفي قلب العذاب. ألم الفقر وألم المرض والإعاقة، وكأن كل هذه الآلام لا تكفي، فأضيفت إلى مآسيهم مأساة النزوح. دعونا نشاهد معا هذه القصص التي وصلنا إليها ثم نعود. نحن نزحنا من منطقة الوازعية الشقيراء الحيوق حوالي نزوح سنة وثلاث أشهر، ولم نجد أي شيء من هذه المعاناة لسبب انقطاع الماء ولا التغذية ولا وتجدنا أي منظمة عالمية ولا. ونحن نازحين من منطقة أبناء الحيوق إلى منطقة الشدر المضاربة، ثم اتجهنا إلى المضاربة فلم نجد أي شيء، لم تجد لنا غاثة محلية ولا منظمة دولية ولا أي شيء تصل إلى منطقة السدير في منطقة الغبرة. نزحت من الوازعية إلى السدير من ناحية المضاربة، وعندي 10 أولاد، 3 معوقين و7 ما بمشي، والنزوح حقنا سبب الحرب. إذا كنا نشتي نجلس في بيوتنا يقولوا لنا يلا برا، ما تجلسوش نهائيا هنا. وقمنا نسحب المعوقين سحب ونمشي مش سيرنا على الأقدام إلى السدير، مدرسة السدير عند الغبر. خرجنا من الوازعية كذا نمشي، بعض يمشوا سيرون على الأقدم، والذي معوقن ركبناهم في الحمير معنا من كنبل لهن يتدفوا. خرجنا من المنطقة هذه، من منطقة الوازعية على الأقدم، ماشيين إلى هذه المنطقة المضاربة منطقة الغبرة، ولم ونجد إيش بسبب ضرب المدى الدفاعية والصواريخ إلى القرية حقنا، فتدمت البيوت، تدمت كل شيء، وقتلوا من أبناء المنطقة عدة كثير، وقع جرحى في هذه المنطقة، ولا بيسجلوا أي جريح وأي قتل شهيد في هذه المنطقة. ونحن هربنا بسبب خروج إيش هذه الميليشيات الغاشمة التي تعم كل البلاد ودمرت أبناء اليمن شرقا وغربا. نزحنا سبب المدفعية هذا والصواريخ من الحوثيين، يعني إذا جلسنا في البيوت بيقصفون نحن وأولادنا. وقمنا بالنزوح إلى منطقة آمنة يعني من الحوثيين. والخروج بسبب دخلة الحوثيين بالقصف حقهم، سحبنا الجهال عظيمة أولادي، سحبتهم فوق الحمير واللي نحملهم ولا المنطقة حق السدير، رحلنا لمنطقة السدير سبب القصف. هو
وضع النازحين في المنطقه من منطقه الوازعيه الى لذلك مكان هذا منطقه السدير المضاربه وضع سيء للغايه، لم يوجد لديهم اي شيء. فهم في قرى لم يدعوا، كان عندهم بعض الناس راتب فقطعت الراتب، وهم في عيشوا في مقاعه لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. نسبة التغذية نسبة يعني نسبة لا توجد أي شيء، يوجدوا حبة يأكلوا حبة طعام فقط، لا توجد لديهم أي حاجة، سوى التغذية منتشرة في هذه المنطقة بسبب الوباء وكذلك قطع الرواتب وقطع المعيشة حق الناس، فلم يجد لهم أي شيء إلا الخبز الخشن. إحنا الآن مدة لنا 8 أشهر لم نحصل على حاجة من المنظمات. حتى الآن جت المنظمة ذي وعادوا على الله، يعني ها يعني لا حصلنا على شيء لمدة 8 أشهر. تتكلم عن الأوبية المنتشرة بسبب عدم الصحة في المنطقة، ومرض الكوليرا منتشرة عندنا بسبب الإسهال والطرش، ولم توجد إلينا أي علاجات. هذه بسبب هذه النزوح وسبب هذه المشاكل والفتن، بسبب الجثث التي مرت في المنطقة، بسبب تلوث المياه الراكدة والمياه الغيول مسممة بسبب هذه الحروب وسبب انتشار الأوبئة. هذا قباحة خرجنا نقول لك هنا مدرسة هذه وصلنا ولا حاجة، ما لك أنت ولا معانا إلا من حمار ولا حاجة معانا رباح. وبعد عاد الحد انتبه علينا، لا منظمة ولا من عادين الشهر هذا انتوا لنا حبوب بر لقدرنا نطحن نقرطه، ما لك انت في بهدلة، لكن على البال على ربك حلا من عندي. فنقول على جميع المنظمات والأصحاب الخير عليهم الاتكال، هذه المنطقة النائية لم توجد فيها أي شيء. أتمنى أنت يعني يتحرر بلادنا ونعود لبلادنا ونعيش في بلادنا حتى نرتاح من هذا النزوح. قبل النزوح كانوا فقراء، وحال فقرهم كانوا مرضى، مرضى نعم، ولكن آلية نظام الفساد جعلت من مرضهم إعاقة دائمة لا يقون على تحملها ولا تستقيم معها حياة. المرض والإعاقة أمران واردان بحق أي شخص في أي مكان، لكن طريقة تعامل النظام الصحي مع مخاطر المرض والإعاقة هي ما تصنع الفارق. الفارق بين مريض يتلقى العلاج ومريض يتحول إلى معاق أو يموت في منتصف عمره، وأحيانا قبل ذلك بكثير. ويصنع الفارق بين معاق يتلقى العلاج ويحصل على وسائل التنقل التي تناسب إعاقته، ووسائل التعليم التي تناسب حالته، وفرص الرعاية الاجتماعية والإدماج في المجتمع. لكن ما حدث هو العكس، فقد كان النظام يعطل حياة الأصحاء فضلا عن المرضى، ويجتهد في خلق الإعاقات النفسية التي تعطل القدرات بدلا من بنائها، وهكذا سار على درب تدمير المجتمع حتى وجدنا بيننا من يعيش كل أشكال المعاناة والفقر والإعاقة والمرض والحرمان وأخيرا النزوح. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالناشط الحقوقي أحمد الوافي من مدينة عدن، وكذا ضياء حسن رئيسة مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي الناشط الحقوقي أحمد الوافي وضياء حسن رئيسة مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية. مرحبا بكما، وأبدأ مع ضيفي الأستاذ أحمد
الوافي. مرحبا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا أخي. شاهدنا قبل قليل قصة أسرتين نزحتا من الوازعية العام الماضي وتعيشان ظروفا في غاية الصعوبة في مدينة عدن، هل لا تطلعون على أوضاع هؤلاء بشكل أكبر من خلال معايشتكم لواقع النازحين وتتبعكم لأحوالهم؟ يا أخي في الحقيقة نحن طرقنا باب هذا الملف لاحقا مؤخرا كثير نتيجة لغياب الجهود الرسمية بشكل كبير في هذا المجال وعدم توفير إمكانات يعني أماكن خاصة للنازحين، حيث يوجد كثير من النازحين في مناطق أيضا نائية في منطقة الصبيحة وفي لحق في قرى أيضا في مديرية البعيدة في مديرية البريقة في صلاح الدين أسر كثيرة نتيجة لرخص سعر المباني لإيجار أو وجود مباني غير مؤهلة ويقوم يعني بعمل قرابيل والسكن فيها. وضع النازحين للأسف الشديد لعدم وجود جهات رسمية تقوم بهذا الواجب وتقوم بهذا الجهد لتخفيف معاناتهم، وهو الهيئة العليا اللجنة العليا للإغاثة والجهات الرسمية كسلطات محلية في داخل عدن ولحق تخصص غرف عمليات لشغل هذا لمساندة المنظمات الدولية والمحلية لعمل قلب لهم مواد إغاثية وإيوائية وما يحتاجوا من أدوات. أعتقد بأن الجهود الرسمية إذا ما قلنا هي غائبة تماما، لن نقول شبه غائبة، هي غائبة تماما، وإن وجدت فهي توجد بشكل فردي. النازحون يعانون من ظروف قاسية جدا، أسر وصلت إلى هنا وعاشت خلال سنة وعادت إلى قراها مجددا نتيجة لعدم إمكانية العيش في داخل محافظة عدن محافظة لحق نتيجة عدم توفر الإمكانات اللازمة لإيوائهم واستقبالهم خدماتهم فيما يتظل الجهد المنظمات والجمعيات للأسف الشديد غير منسق تماما، وعدم وجود آلية تنسق بين أدواتهم. أيضا في عوامل كثيرة، وجود لوبيات التجار إذا ما سميناهم يعني تجار الأزمات الذين يقومون بالاتجار بحاجيات البشر يعني. نعم. سنعود لهذه النقطة أستاذ أحمد، لكن دعني أنتقل إلى الأستاذ ضياء حسن لأسألها، هل هناك إحصاء لديكم في المنظمة أو مسح قمتم به في الميدان لعدد النازحين في عدن؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكر قناة بلقيس لاستضافتها لي بما يخص النازحين. مرحبا بك. نعم. بالتأكيد لا يوجد إحصائية دقيقة، والسبب أنه التنقلات التي حصلت من المحافظات من محافظة إلى أخرى بالنسبة للنازحين. نعم. وكان في تلك الفترات توجد يعني الحرب حدت انك تعرف كم عدد النازحين، لانه اذا جينا مثلا لمنطقه محافظه عدن بشكل عام. نعم. تم حصار مجموعه من المناطق مثل كريتر معلق ورمكسر سواهي القلوعه، تم نزوح يعني شبه كامل من تلك المناطق في مرحله الحصار، منهم من توجه الى المنصوره والشيخ والى دار سعد ولحق كنازح، منهم من صعد إلى صنعاء وتعز وإيب يعني عند أهاليهم يعني كلي. والآن خلال هذه المرحلة التي تم فيها الحصار على تعز وقصف يوجد من النازحين، ولكن للأسف الشديد أغلبيتهم يعني منهم من لجأ إلى فتح منازل، منهم من استقر عند أهله، وفي بعض المنازل فتحت بانتهاء هؤلاء النازحين. نعم. ولكن لا يوجد إحصائية دقيقة نتيجة لتقسيم الذي تم تقسيم النازحين انفسهم يعني من المنطقه الى اخرى، والظروف التي وصلوا خلالها. نعم. عليك ان تعرف اذا كان هذا مثلا نازح في منزل فلان او فلان. صحيح. صحيح. يعني للمجتمع اليمني خصوصيه في استقبال الناس لبعضهم البعض سواء كانوا اقارب او معارف او من ذات القرى، وهذا يعيق فعلا عمليه المسح. لكن اود ان اطرح نقطه
أستاذة ضياء، وهي أن عدن شهدت خلال السنوات الماضية عملية نزوح أيضا من ما حولها من المناطق مثل أبين، لكن يبدو أن التجربة لم تتطور في التعامل مع موجات النزوح هذه، بمعنى أنه ظل التعامل القاصر مع جميع الحالات، ألا توافقيني الرأي في ذلك؟ بالتأكيد أوافقك، لأنه غياب دور المنظمات الدولية. يعني أنا بعطيك مثال بسيط، مثلا في سوريا في الحدود التركية يوجد مخيمات للاجئين صحيح، لكن للأسف الشديد في اليمن لا يوجد هذه المخيمات. بالتالي يعني شكلت عملية، غرفة عمليات ما بين الدولة في تركيا والمنظمات الدولية، هذا ما نعجز عنه نحن في اليمن، لا توجد غرفة عمليات مشتركة بين المنظمات وبين الحكومة. بالتالي تلجا المنظمات الى فئه سبق ان تعاملت معها في مشاريع اخرى لا تخص العمل الغذائي والانسان. التجاهل هذا هو ادى الى تدهور الحاله الانسانيه والوضع الانساني لتفاقمه في اليمن، وبالتالي يعاني النازح من الامرين، سواء ممن تسببوا في نزوحه او من اهملوا استقباله، من التشتت ومن التشرد ومن سوء التغذيه ومن الامراض المنتشره حاليا، وهذا يدل على غياب منظمة الصحة العالمية كذلك في انتشار الأمراض والأوبئة في اليمن. نعم، ابقي معنا أستاذة ونعود للأستاذ أحمد الوافي. أستاذ أحمد، لو طرقنا موضوع اكتساب الخبرة لدى الناشطين في التعامل مع حالات النزوح من خلال تقييمك، هل هناك برغم مواجهات النزوح الكثيرة التي شهدتها البلاد، هل هناك كوادر بشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الكوارث؟ دعنا يعني نغض الطرف قليلا عن مسألة الإمكانيات. أعتقد بأنه دائما هم الناشطين المجتمعيين أكثر الناس فاعلية بهذا المجال. أعتقد بأنه النشطاء في حين نزح أبناء خور مكتر وكريتر والتواهي إلى منطقة المنصورة وإلى مدينة إنا وإلى مدينة الشعب مدينة الإسكان الجديدة اللي متواجدة في البريقة، أعتقد كان دور النشطاء وأيضا الشخصيات الاجتماعية والمجتمع بشكل كبير بأنهم نظموا هذه العملية بشكل كبير. الآن أعتقد بأنه بعد انتهاء مرحلة الحرب هنا يختلف الوضع بشكل كبير نتيجة لعدم وجود نزوح بشكل جماعي، يعني تأتي الأسر بشكل فردي. وأعتقد الملف هذا أخذ برود بشكل كبير، يعني أعتقد بأنه ما أخذش الاهتمام الكافي من قبل النشطاء، لكن أنا أعتقد أنه الجهود تنظم بشكل أفضل. منظمات الهجرة الدولية أنت كنت تسأل قبل قليل حول الإحصائيات، أعتقد بأنه الآن منظمات الهجرة الدولية اللي هي معنية في توفير قاعدة بيانات وتسلمه للمنظمات الدولية ومحلية كدورها بإيجاد قاعدة بيانات لاحتياجات النازحين، رفضت أرقام مثلا في بوريخة 2740، هذه آخر إحصائية، المنصورة 100 حالة، المعلة 104 حالة، في الشيخ 481، التواهي 469، وفي كريتر 165، ودار السعد 666 حالة، وخور مكسر 362. أعتقد بأن النسبة هذه الأعداد نتيجة لعدم الإمكانية لحصول العدد الحقيقي، نتيجة زي ما قال ذكرت زميلتنا بأنه يتواجدوا عند في أماكن في أسر، أيضا نتيجة عزوف كثير من النازحين على المطالبة بحقهم، نتيجة لتعامل بعض المنظمات مع أساليب سالبها غير مهذبة، مع احترامي لهذه الكلمة، بأنها غير مهذبة في تقديمها الخدمات الإنسانية من خلال التصوير والكاميرات والفيديو. في ناس كثير بأنهم وافقك يعني تماما في الاستغلال الإعلامي اللا إنساني والبشع، ودعنا نقول غير الاحترافي في التعامل مع احتياجات الناس. مع هذه أيضا يعني شكل مشكلة كبيرة. أعتقد أن الآن الناشطين إذا تظل خبرة موجودة لكن تظل عملية موحدة لتوحيد الجهود الفردية لدى كل الناشطين في كيان موحد، هذا ما كنت أسأل عنه، ويبدو أنك تقترح، هذا هو اللي يطلب، يبدو أن حضرتك تقترح الآن الحل لعملية تراكم الخبرة لدى الكوادر العاملة في مجال استيعاب النازحين. تفضل.
نعم الآن هو المطلوب، لأنه أعتقد بأنه في ناشطين حتى لم ينتموا لمنظمات ولم يدخلوا منظمات وهم مهتمين بهذا الملف ويقوموا بجهود كبيرة جدا يعني في أشخاص هذه. إذا ما وجد الكيان الذي يجمع كل المهتمين في هذا المجال في كيان واحد ويقوم بتوزيع المهام فيما بينهم سيحقق النجاح أكبر، وسيكون الهدف يعني تحقيق هدف إغاثة وإيواء للنازحين بشكل أفضل وتقسيم الجهود ومتابعة الجهات المانحة كمحلية ودولية بشكل منظم وبشكل أفضل. أعتقد أنه إدارة كل الجهود الفردية واللي تعاني منها تظل قاصرة مهما كانت. نعم. هي العائق الدائم في نعم في ننتقل للأستاذ ضياء، ما رأيكم في هذا الطرح في مسألة مأسسة العمل الإغاثي، خاصة أنه الجهود التي يعني يتلقاها الناس الآن هي جهود في مجملها جهود فردية، ما الذي يعيقكم أنتم كمؤسسات عاملة في هذا المجال على التشبيك وتنظيم هذه العملية؟ لدى ما ترشون من قبل الأخ صحيح أن الجهود فردية، لأن للأسف الشديد حتى في تعاطي الحكومة يعني مع المنظمات في توزيع الإغاثة بأنها خلطت الحابل بالنابل، أعطت لي منظمات أخرى لا علاقة لها في العمل الإغاثي والإنساني. نعم. الحق في العمل وتسليمها في النهاية في النهاية هذه كارثة، ولا تستطيع يعني من يستطيع أن يقدم يد الأمر لن يرده أحد. بالتأكيد لأن هنا ينعكس دور الدولة في العملية المنظمة في العمل الإنساني. نعم. يعني إذا كان بتأخذ جميع المنظمات يعني على العشوائية في التعامل أو مثلا حتى كرجال أعمال وغيرهم. نعم. في عمل إنسان وهم لا علاقة لهم في هذا المجال. صحيح. أعتقد أن تسبب ليس كارثة وإنما كوارث أخرى، لأن المتضرر في الأول والأخير هذا ذاك النازح وذاك يعني تقصدين أن الأعمال المعدوم الأعمال العشوائية تبدد بالكامل. تقصدين ان احنا نرى انه في يعني الصعوبات التي تواجهنا كثيرا انه اولا لا يوجد توحيد للمنظمات مثل ما ذكر الاخ، العمل غير اشتراكي بالنسبه للكثير من المتواجد بالضبط في الشان الانساني، ثالثا غياب المنظمات الدوليه في نزولها على الارض الواقع، اذا هي تجاهلت هذا فما دورها اذا ان تلقي بيانات او ان تلقي تصريحات انه هناك وهناك وهناك دون أن يكون لها أي أثر على الأرض. أعتقد أنه مشكلتنا أكبر من بكثير من ما نحن نتصوره. لماذا برأيك أستاذ ضياء؟ اسمحي لي أستاذ ضياء، الحديدة وتهامة يعني كارثة إنسانية. أين اسمحي لي أستاذ، اسمحي لي لو تفضلتي، أنت ذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي غياب المنظمات الدولية، لماذا برأيك هذا الغياب وهذا الفراغ الذي تركت رغم أن عدن أصبحت يعني في ظروف أفضل مما كان؟ اعتمدت في المنظمات الدولية اعتمدت في الأساس على أفراد تم التعامل معهم من قبل في عدة مشاريع ليس لها أي علاقة بالعمل الإنساني والإغاثي، على أفراد. وعندما قامت الآن في بتزويدها قامت يعني بإدراجها في ضمن العمل الإنساني، لا يعني ما عندهاش أي إمكانية وما عندهاش أي زي ما يقولوا إيش كده خبرة، يعني ليس لها أي دور يذكر على الإطراق في العمل الإنساني. فأعتقد أن العشوائية تجر في هذا المجال 100% تجر في هذا المجال، وأصبح يعني في نظر المنظمة نفسها المحلية أن تستفيد تاجر، وليس الهدف منها التوصيل الإنساني أو العمل على أكمل وجه. نعم ننتقل للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، كيف تقيم ما طرحته الأستاذ ضياء حول غياب المنظمات الدولية واعتمادها على شبكة من الأفراد للقيام ببعض الأنشطة، هل توافق هذا الطرح؟ أعتقد بأنها هذه مشكلة عائق كبير أمام الجهود الإغاثية وأمام المنح الدولية التي تقدم باليمن بشكل كامل للمنظمات الدولية.
للأسف الشديد يهمها الكثير العمل الورقي والروتين الذي تقوم فيه، اللي اعتمدوا على مجموعة المنظمات اللي صاروا خبراء بأداء المنظمة الدولية وما تطلبه، وهو بعيد عن الواقع والملامس لحياة واحتياجات المواطن عادي، سواء كان إغاثي ولا تنموي على المدى القريب والبعيد. نعم. هذه مشكلة تعاني منها البلد في استخدام المنح المساعدات الإنسانية والجهود التنموية الكبيرة بأنها تذهب إلى منظمات وإلى شغل أعتقد بأنه ورقي أكثر مما هو عملي بشكل كبير، وأن تكون أيضا حتى استخدام فيها التقنين المبالغ مثلا قيمة المشتريات ودقتها وعمل المزايدات والمقطط بشكل دقيق أيضا تذهب كثير من قيمة هذه المساعدات. نعم. المشكلة الثانية أيضا عدم وجود رقابة حكومية على هذا الجانب. بالضبط، هذا ما كنت سأتطرق إليه بسؤالك. نعم. نحن نقول بأنه عدم وجود رقابة على الجانب الإغاثي وفي موسم حرب يخلق كثير من الفساد، وموسم تجار للصوص كبار ينشأوا في خلال هذه الفترة اللي ينشأوا كتجار أزمات ويقوموا بشغل وتنمية أنفسهم على حساب البشر وعلى حساب أرواحهم وعلى حساب يعني ظروفهم المعيشية الصعبة التي وصلت بأصعب الظروف. طبعا النازحين من أهم الفئات المستهدفة والمستفيدة من الجهود الإغاثية، هي تعاني نفسها نفس بقية شرائح المجتمع اللي وصل عددهم 80% بأنهم محتاجين المساعدة الإنسانية بالعالم كامل. عدم وجود جهات رقابية تعمل على تنظيم الجهود، أيضا عدم وجود فساد يعني تراقب الفساد المالي والإداري، تنظم جهود المنظمات الإغاثية بحيث لا يحصل عملية التكرار، بحيث لا يحصل عملية الازدواجية في الصرف، بحيث تتم صرفها لأغراض إنسانية وليس لأغراض حزبية ولأغراض أخرى. نعم. يعني بحيث يعني تدقق في عملية البيانات وعملية أولويات المستفيدين. مثلا أنا عندي في مديرية محتاجين 10,000 لكن منظمة كانت بهذا تقدم 500 حالة مثلا، كيف أظل أن 500 تذهب إلى الحالة الأكثر تورعا والحالة المستفيدة والأكثر فقرا، الأشد احتياجا؟ نعم. يعني الأكثر احتياجا. نعم. هذه المسألة غياب الجانب الرسمي للأسف الشديد، المنظمات الدولية في فاصل بينها كبير وبين الشارع وبين توسيع علاقتها بشبكة المنظمات والنشطاء الكثيرين والفاعلين بالمجتمع، اعتمدت على منظومة معينة من المنظمات والأفراد الذي تعرف فيهم واللي تسهل تصفية أوراقها فقط. يعني صحيح. دعني أنتقل يعني بهذه النقطة إلى الأستاذ ضياء لأسأل عن الفراغ الذي أحدثه الغياب الرسمي عن الرقابة على العمل الإغاثي، كيف يمكن سد هذا الفراغ؟ الفراغ هذا المتواجد لأن الدولة لم تقم بدورها على أساس يعني، ومن كلفتهم لم يكون أيضا لهم أي دور يذكر على الأرض بالنسبة للعمل الإنساني والإغاثي. يعني كم الانتقاء العشوائي لأفراد، يعني نحن نعاني من المحاباة في في, في في كل أعمالنا سواء في التعيينات سواء في عمل إنساني أو غيره. نعم. هذا الأسلوب المتبع في اليمن والمحسوبية القائمة في اليمن هي من تمنع على المواطن وصول الدعم له. صحيح. السبب شكل شكل يعني آخر شكل آخر من أشكال المعاناة. 10,000 المنظمة تعطيه 500 مع العلم إنه يوصل أكثر مما هو مطلوب، يعني بالإمكان تغطية، ولكن للأسف الشديد تم عندنا وأنا أقول لك على صراحة وبلاطة كده إنه تم عندنا بيع للمادة الغذائية، تم المتاجرة بها متاجرة عالمية في البقالات في المحلات في كل مكان. كيف ستصل المادة الغذائية إلى المواطن إذا تم المتاجرة بها؟ صحيح. من المسؤول عنها؟ ولماذا لم تفرض الرقابة؟ هذا السؤال يوجه للدولة الذي سلمت تلك المعونات لها لتلك الأفراد أو تلك المنظمة. من هنا توجد يعني حتى أنك تصبح حتى أن الآن يعني أصبحنا نحن نقول بأنه ما بين المواطن ما بين الدولة وما بين ذاك نوع من المبايعة. نعم. إذا ماذا أستاذ ضياء، ماذا لو قامت المنظمات بمحاولة سد هذا الفراغ بعمل شبكة تصبح شبكة موثوقة أمام المانحين ومن يستطيعون أن يقدموا يد المساعدة من تجار ورجال أعمال ومؤسسات تجارية، تصبح هذه الشبكة هي محل ثقة الجميع
يعني تدار بكل شفافية من قبل عدد من المنظمات العاملة في هذا المجال، منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الإغاثي. هل يمكن لهذه الفكرة أن تجد تطبيق في الواقع؟ بالتالي بالتأكيد أنا تم العرض علي من العاصمة صنعاء في تأسيس الشبكة المدنية للإغاثة، وفعلا تم تأسيسها. جميل. ولكن للأسف عملها بطيء حتى اللحظة، ما ظهرتش على أرض الواقع بأننا نبدأ بالعمل. وتم تعيين يعني مؤسسة طبية للحقوق والتنمية هي المندوب لدى الشبكة المدنية للإغاثة الإنسانية في عدن، منتظرين أي تطورات جديدة يعني تأتي بها الشبكة. لكن الوقت لا يسعف، الوقت لدى النازحين يعني لا يوجد لديهم وقت للانتظار أكثر مما انتظروا. هل لديكم أستاذة أي رسالة أخيرة يمكن أن تطرحوها في هذا الحيز؟ أنا عن نفسي أتمنى يعني أتمنى قدوم المنظمات الدولية على الأرض. أنا ما أريد أن تعين مثلا من المنظمات المحلية في العمل، ولكن وجودها على الأرض هو من سيحد من أي تجاوزات حالية ومستقبلية. هي بإمكانها أن تميز وتفرز ما بين المنظمات من ناحية دور كل منظمة في العمل، نعم، وليس بشكل عشوائي. أتمنى أن تكون حاضرة، وأتمنى نعم أن يكون للدورة دول وعي أكثر من هذا. نعم، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد أيضا، الأستاذ أحمد الوافي، هل من رسالة أخيرة في نهاية يعني هذا اللقاء العاجل؟ رسالة أرسلها إلى كل المانحين لتفعيل دور الرقابة وتخصيص نسبة 5% على الأقل من قيمة كل إغاثة لعمل التقييم وعمل الرقابة على هذه المون. رسالة إلى الدولة بتفعيل الهيئة العليا للإغاثة وهيكلتها في كل المحافظات ولجانها الفرعية لعمل الرقابة مؤسسية على العمل، ورسالة إلى كل منظمات المجتمع المدني بأن تعمل تكتلات لعمل توزيع إغاثة ورقابة عليها، وأيضا نعم إلى كل الناشطين إلى تجميع جهودهم الفردية في إطار منظم وتقسيم المهام لتحقيق الهدف الأسمى والأكبر في استفادة النازحين واستفادة كل المحتاجين للإغاثة. نعم، الناشط الحقوقي المهتم بقضايا النازحين أحمد الوافي، وضياء حسن رئيسة مؤسسة الضياء للحقوق والتنمية، شكرا جزيلا لكما، كنتما معنا من مدينة عدن. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الحاج سعيد سالم حسن ومحمد ردمان حسن، تم الرصد، في أمان الله.